50 عاما مرت على احتلال القدس، وإسرائيل ضمت المدينة عبر قانون أساسي جعل من القدس الموحدة عاصمة لها، قانون لا يعترف به المجتمع الدولي. لكن من وجهة نظر إسرائيل، ليس المجتمع الدولي هو ما يهدد سيادتها في القدس، بل الفلسطينيون المقدسيون الذين يشكلون نحو 40% من سكان المدينة، فباتوا بالنسبة لإسرائيل قنبلة ديموغرافية يجب التعامل معها. غير قضية الهويات، قضية الهدم اللي هي البناء بدون تحت ادعاء بدون ترخيص، وهذا عشرات آلاف أوامر الهدم موجودة، يعني حوالي عنا 22,000 أمر هدم اللي ممكن يتنفذوا. والشيء الآخر اللي هو الموضوع الاقتصادي، واللي هذا بلش بعد أوسلو. الحصار الاقتصادي اليوم وصلنا لنقطة مخيفة في القدس، عنا 80% من المقدسيين تحت خط الفقر. وإن كانت هذه الأساليب سلاح إسرائيل الخفيف في تهويد المدينة، فسلاحها الثقيل هو الاستيطان من جهة، والتخلص من السكان الفلسطينيين بالجملة من جهة أخرى. فاليوم يعيش في القدس الشرقية 220,000 مستوطن، وتخطط إسرائيل لإخراج مناطق فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية خارج القدس، كمخيم شعفاط ومنطقة كفر عقب. في نما الفلسطينيون حتى وصلوا إلى 38%، وفي بعض الإحصائيات إلى 42%. إذن كيف سنتخلص من هؤلاء الفلسطينيين الموجودين في داخل حدود بلدة القدس؟ فكان قضية جدار الفصل العنصري أو التخلص من الأحياء. في قضية الجدار الفصل العنصري تم التخلص من 150,000 فلسطيني أصبحوا خلف الجدار، لا نعرف إلى أي منطقة ينتمون، هل ينتمون لمدينة القدس أو للإدارة المدنية أو للسلطة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن بداية العام إلغاء أي قيود على البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، الأمر الذي تبعه التخطيط لآلاف الوحدات الاستيطانية في القدس. إسرائيل تمارس في القدس أقسى أشكال الاحتلال، وهو ما يعرف بالاحتلال الإحلالي، والذي يعني تفريغ الأرض من أهلها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم، وهي ماضية في خطتها هذه غير عابئة بالمجتمع الدولي. نضال كناعني، سكاي نيوز، القدس.